عديد الاخلالات والاخلين باش نكون متفائل شبهات الاخلالات. الاولانيه انه في عقد جلسه وهنا الخطا لا يعود لرئيس الجمهوريه، خطا تعيين جلسه يعود لمكتب المجلس، وانا شخصيا كعضو مكتب مجلس في المداولات احتجيت على القرار وطلبت انه اعتراضي يدون في محضر المجلس للدائس. شنو المشكله؟ المشكله انه اليوم مجلس النواب في عطله حسب الفقره 57 من الدستور، الفقره الثالثه من الفصل 57 من الدستور، انه تنعقد دوره استثنائيه اثناء العطله بطلب اما من رئيس الجمهوريه او من رئيس الحكومه او من ثلثي اعضاء المجلس اللي هم يعني 73 عضو. احنا المراسله اللي جاتنا مع السيد رئيس الجمهوريه تدعونا لعقد جلسه لمنح الثقه للحكومه المقترحه، لكن لا تدعونا صراحه، لا تطلبوا صراحه عقد دوره استثنائيه. الفقره تقول طبقا للاحكام الوارده بالدستور في 149 فصل في احكام ساعات كل حاله شنو يتفق فيها. لو كانش طلب صريح انا احتجيت على تعيين جلسه يوم غرد سبتمبر، خاطر غرد سبتمبر احنا في عطله برلمانيه ومحدد جهه مخاوله دستوريه مثل الدوره الاستثنائيه. هذا الخلل الاول في تعيين جلسه. الخلل الثاني تو في التركيبه التي ستمنح لها الثقه. احنا استمعنا للسيد رئيس الحكومه المكلف في الندوه الصحفيه انه اعلن على ان وزير التشغيل المقترح اسمه كمال الدوخ، ثم في القائمه الجهات مرفوقة بمراسلة السيد رئيس الجمهورية مجلس نواب الشعب، قائمة هذه فيها وزير التشغيل كمال أم الزين. احنا كمكتب مجلس قرأ وهذا الأسلم حسب رأيي أنه لا نعتمد إلا المراسلات الرسمية. اتصلنا برئاسة هذا الشيء ديوان السيد الرئيس، قال تعتمدون ما ورد عليكم كتابيا واعتمدنا ذلك، لكن الإشكال أنه يبدو أن الشيشي لا زال متمسكا بان وزير التجهيز هو كمال الدوخ. اكثر من هكا، انت كان تدخل اليوم للصفحه الرسميه لرئاسه الجمهوريه لو تلقى القائمه منشوره فيها كمال الدوخ، حين ما ورد علينا كتابيا من رئاسه الجمهوريه هو كمال ام الزين. تحقيق التخبط هذا لا يبشر بخير. النقطه الثالثه اللي اليوم اكتشفناها وزير الثقافه ما عادش وزير الثقافه. احنا مش الدستور يقول رئيس الحكومه المكلف الاجيال الدستوريه اللي عنده بشكل حكومه هي شهر، كيف الشهر هذاك يعطينا تشكيله، ثم بعد انقضاء الشهر يبدل واحد كانه ضمنيا تجاوز الاجل. دونك التشكيله اللي نصوتوا عليها لم تقدم في شهر بل في شهر واسبوع. انا نمشي ابعد من هكا، كان هذا متاح انه ناحية وزير الثقافه اليوم ولا يبدل ينجم ليله الجلسه العامه نتاع منح الثقه ولا مش ليله، صبحيه الجلسه العامه نتاع منح الثقه يبدل 20 وزير. إذا كان سمحنا في واحد علاش مش زوج ثلاثة أربعة حتى النجم مبدلهم 26. لكن النجم نهار الجلسة العامة نكتشفوا قائمة جديدة كاملة. إذا كان هذا يعتبر دستوري ما خاش يلقى الدستور، ماذا اللي يلقى الدستور كيفاش قالوا سي باجي يرحمه القناصة إشاعة، واللي يلقى قناصة يجيبوا احنا كاك اللي يلقى الدستور يجيبوا اليوم. هو الحقيقة وزارة التشغيل، خاطر نذكر اسم وزارة التكوين المهني والتشغيل ديجا وزارة كانت موجودة في جميع الحكومات فقط بن علي تو معناها حتى بعد الثورة. اليوم أن نحفوها ثم ننفس في تسمية وزارة الشباب والرياضة نزيدوها والإدماج المهني. كلمة الإدماج المهني اللي عمرنا ما جربناها في حتى وزارة، معناها كتسمية نحكي. هل تضم التشغيل فقط؟ هل تضم التكوين المهني؟ مقصود بها التكوين المهني؟ هل الاثنين؟ هل ستكون كتاب الدولة؟ ما نعرفوش. وزارة في حجم هذه الحجم هذا الحقيقة ما تنجمش تتبدل ما غير ما يطرح علينا التصور، معناها شنو هي نية رئيس الحكومة وشنو هو تصوره ورؤيته لملف التشغيل وملف التكوين المهني. هذا كله مالينا الحقيقة. خلينا نقول حتى اليوم لا عندنا برنامج، لا عندنا تصور، لا عندنا خطوط عريضة، ما عندنا حتى شيء، عندنا قائمة فيها 26 اسم. أنا والإدارة رأوا إدماج وزارات بعضها أو فصل وزارة إلى وزارتين ما ينجمش يصير معناها عمليا في ظروف كما نعيش فيها احنا، يعني ظروف انه فيها صعوبات اقتصاديه وماليه واجتماعيه وحشنا بالافيكاسيتي من نهار اللي الحكومه تنال الثقه، معناها لازم تكون ناجعه وناجزه الحكومه هذه من اول نهار، خاطر قدامها قانون مالي وقانون مالي تكميلي وقدامها رهانات اجتماعيه وخايفين وربي قدر الخير. نعرفوا الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه اللي تولد احتقان واحتجاجات الى اخره.
ودمج وزارتين ولا فصل وزارة وزارتين تقنياً في برشة معناها ثم هيكل ثم أورجاني ريامة حاجة بسيطة برشة باش تعاود تعمل أورجانيجرام تاع وزارة راهو الأورجانيجرام يهبط بأمر معناها إذا الناس تخدم وتحط أورجانيجرام وشغل التربيس هذا والديركسيون هذه إيش فيها وباش لا يا ولي تيجي تفوز راهو خاطر إحنا هكا نحكي شعارات أما أنا ولدي دار أنا تكنيكمون على المستوى العملي حاجة صعيبة جدا 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 نحكي على المستوى المالي باش نحكي حاجة بانال على الأخر باش تبدلوا الباتيونتات تاع الوزارات باش تصرف 500 مليون فقط هذا معناها سهل هكا واحد يشتي شهوة ويراه تصور وكذا ولا الوزير الفلاني يحب قطب مرحبا بي يحب قطب يحب قطب نعملوه في ساعة الساعة مش في ساعة الزيق إن شاء الله ربي يوفقها الحكومة هذه أنا أتمنى لها أتمنى لها النجاح خاطر أتمنى لها النجاح وكان تمشي في دريس باهي بشكل كان المساندة سواء من عبد الله ولا من نواب التيار الديمقراطي كل ولا من حزب التيار الديمقراطي لكن من الحقيقة البوادر ما تطمنش برشا إن شاء الله يصلح ما يمكن يصلح وإن شاء الله نعاود نقول ابني ثقة خاطر ثم حاجة أخرى مهمة وأنت صحفية تدرس حكومة وكلف كانوا خايف من المواجهة تذكر أنت من في بداية التكليف نتاعو تعهد أنه يعمل دو بوان دو بريس بس في الشهر كل عمل دو بوان دو بريس ممكن تدرس حقوقية قال خبر ولا معلومة وخرج ما خرجش حتى تفاعلات صحفيين ومعناه اليوم إلي توم زي الجمعة باش نمحو الثقة وما عندناش برنامج وتشكيلة خطت فيها الإخلالات هذه وهو متخبي ما خرجش يلزمو يخرج يواجه يعمل ندوة صحفية بساعتين ويسمع الأسئلة الكل ويجاوب على التساؤلات ويطمن العباد يطمن المواطنين أما زاد يطمن النواب اللي يقعدوا باش يمشوا على زلمة ويطمن على الدنيا معناها واحد يحترم روحه انسى السياسة والتجاذبات السياسية والحسابات السياسية كان ثم نائب يحترم روحه وما يصوت كان على حاجة مقتنع بها اليوم ما عطانا حد شيء مش تقتنعوا باش تصوت باقتناع حكومته ما عندي حد شيء